السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. النهارده نورنا الأستاذ معاذ من محافظة الغربية. الحمد لله على السلامة يا باشا. أنت نورتنا النهارده. نورك يا باشا. أستاذ معاذ صح؟ معاذ. من محافظة الغربية من طنطا. أيوه. أحسن ناس. حبيبي ربنا يخليك. إيه رأيك في البحيرة بقى؟ لا جميلة. جميلة. جميلة والله. إيه رأيك في المزرعة بالأخص هنا؟ لا مسابع. إيه رأيك في المكان هنا؟ لا لا بسم الله ما شاء الله أنا يعني حاجة فوق الوصف. ربنا يبارك لك حضرتك كده بسم الله ما شاء الله. بالنسبه بقى لسيزر بقى هو طبعا نجم الحلقه بتاعتنا النهارده. ايوه سيزر. عايزينك تحكي لنا عنه شويه حاجات كده. ممكن مربوه من هو عنده قد ايه؟ من مربوه عنده شهر تقريبا. من هو عنده شهر. سنه قد ايه دلوقتي؟ 5 شهور ونص. 5 شهور ونص. تمام. طيب ايه مشاكل سيزر؟ ايه اللي عنده؟ هو مشاكل لو انت مثلا الاكل لو ماسك اكل في ايدك ولا حاجه عايز ينط ياخده. ما بيسمعش الكلام خالص. مفيش طاعه خالص. لا مفيش طاعه ولا حراس خالص خالص. يعني هو صديق بس كده معاك. طيب واخد كل تطعيماته؟ واخد تطعيماته. بياكل ايه؟ كل حاجه. بياكل كل حاجه في البيت؟ كل حاجه. متعود على كده. اخر مشكله صحيه كانت معاه قابلتها كانت ايه؟ لا صحيه لا كانش فيه حاجه. لا لا ربنا يبارك لك فيه يا رب. طبعا حضرتك عارف النظام عندنا هنا. الصوت هنا يا جماعه والنبي ايه؟ حضرتك عارف النظام عندنا هنا. تمام. احنا بنشتغل على الكلب بداية من بكرة. تمام. تمام. كل حاجة بنعملها مع الكلب بنبعت لك بيها فيديو. على رقم الواتس اللي احنا خدناه من حضرتك. تمام. تمام. حضرتك بتستفاد من الفيديو ده حاجتين. اول حاجة لو انت شايف ان الشغل مش عاجبك او مش مناسب مع الكلب بتقول وقف شغل عشان ما نخسرش فلوس على الفاضي. تمام. تمام. المبدأ التاني حضرتك ان انت بتستفاد من الفيديوهات تتعلم منها ازاي غيرنا مع سيزر. تمام. تمام. يعني الفيديوهات دي حضرتك بتحتفظ بيها لنفسك. تمام. بتشوف ازاي غيرناه، ازاي علمناه كذا، ازاي علمناه كذا، ازاي بقى كده، ازاي وصل لكده، الحاجات دي كلها. احنا لو في اي عقبه قابلتنا مع سيزر اكيد هنبلغ حضرتك عن طريق التليفون. مظبوط. انت لو شايف اي برضو حاجه محتاج تبلغ لنا ممكن تبلغ لنا عن طريق التليفون. تمام. تمام. انت حضرتك نورتنا النهارده يا استاذ معاذ. ربنا يخليك. وده شرف لينا يا باشا ان انت تشرفنا والبحيره كلها نورت. انا برضه عايز اقول لك انا متابعك بقالي 5 سنين تقريبا على اليوتيوب ودي فرصه ان انا اشوفك والله. حبيب قلبي يا باشا انت على راسي. وده شرف لينا ان انت تنورنا النهارده. حبيبي ربنا يخليك. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا. تابعونا بقى مع سيزر الفتره اللي جايه كده. هنشوف كلب كده انا شايف ان هو قاعد كده عيني بيقول ايه اللي جابني الدنيا هنا ديت. ايه هو جاي خايف صراحه. ايه جاي خايف قلقان. بيقول النبي وديني ليه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ربنا يبارك لكم فيه يا رب. بالتوفيق باذن الله. تابعونا يا جماعه مع سيزر الفتره اللي جايه نشوف الكلب اللي هو عنده 5 شهور ده هيعمل ايه واتغير ازاي. تحياتي لكم جميعا. مليون مسا عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.